Life is full. Captain Jack Sparrow. كلنا مبهورين بلعبة اند الجديد. صراحة في أشياء حلوة مرة وغريبة، واللي اكتشفته أن أنا توقعت أشياء زي اللي متعودين عليها، لأقصر رجل في العالم، أطول رجل في العالم. لا، اتضح أن فيها غرائب كثيرة وكلها حقيقية. أكثر شيء حق الفضاء، جدا روعة. حتى كنت أنظر للأولاد وأقمدهم يا تعاصوا جنبه، إن شاء الله نغزو الفضاء. في الأشياء التاريخية اللي صارت، سوبر هيروز. عندنا فيها شيء عن التاريخ، يعني هذا شيء جدني بهذه الصالة الفريدية. وعجبني الدمية اللي لقوها الأهل بعد كذا سنة. عجبني إنه أطول رجل وأكبر حذاء. الناس اللي ما جاوا أنا بقول يفوتهم الكثير.